صباح الخير، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه النهارده؟ انا في تجمع اليوتيوبرز المصريين، ده تاني تجمع احضره. السنه اللي فاتت لو تفتكروا عملت فلوج من هناك، ومعايا مين؟ ايمان. قولي هاي. هاي، ايه الاخبار؟ ان شاء الله يكون يوم حلو ان شاء الله. وبرده معانا هنا فوق محمد فرج وفراج وعبد اللطيف محمد بكر. معانا هنا لسه العدد ما اكتملش، مهنا ده هو. يلا مستنيين باقي الناس. ازيك عامل ايه؟ ايه ده انت عارفني؟ ربنا يخليك. ازيك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. جبت كتاب بريك ذيس جورنال وخليتهم يرسموا لي كلهم. ترسموا لي حاجه وانتوا فاضيين ولا تتكلموا؟ بريك ذيس المفضله، بريك ذيس جورنال. بس العين كده. ايه؟ بس العين كده. محمد العين، محمد بكر. العين اللي رسمها محمد بكر. انا بحب ارسم عينات. انت بتحب؟ طب ماشي. عامله ايه؟ كنت سخنه اصلا. تمام. ودي نجات. هاي ايمان اهي. سوري معلش. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه التركيز ده؟ يا جماعة أنا قاعدة مع الناس ضايعة النهاردة. وبعد كده بدأوا التوكس بتاعتهم، وكانوا بيتكلموا عن الإعلانات والسبونسرشيب والبراند ديلز والحاجات اللي زي كده. طب ليه احنا هدفنا كلنا احنا ان احنا نزيد او احنا كلنا نتطور؟ مصلحتي ان انا حازم يبقى احسن واحد وعمر احسن واحد ودادي احسن واحد. ليه؟ لان احنا كلنا في نفس الحته. يعني لما ده بقى اللي طلع كده في البيزنس والسبونسر والكلام ده كله، هتكتشف ان كلنا في نفس المركز. لما نحب نعمل شغل، لما الناس تتكلم عن الناس، تتكلم عن الكرييتورز، بيتكلموا عنهم كحته واحده. الناس من كتر حبهم للحاجه اللي انت بتعملها بيبداوا يبصوا لك يعني في مرحله في منزله عاليه شويه. فانت راجل مالكش اي احتياجات. انت زاهد في الدنيا، انت لا تاكل. التعامل على هذا الاساس صعب جدا يعني. بس الحمد لله واحده واحده موضوع الاعلانات بدا يبقى متقبل عندنا، لدرجه ان ممكن تلاقوا في بعض القنوات بتاعتكم كومنت انا بتفرج على الاعلان للاخر عشان ادعمك. بدا انا مبسوط جدا يعني من اكتر الكومنتس اللي بتوصلني، مع العلم ان لو شخص واحد اتفرج على الاعلان كامل تاخد 5 سنت، اللي هو مثلا حاجه يعني لا تذكر. بس المبدا عامه والوعي ان الناس بدات انت محتاج فلوس علشان تطور في الكونتنت بتاعك. بصوا انا عايز اتكلم بس عن الجروب ده شويه قبل ما اقول لكم انا جاي اتكلم عن ايه. اول علاقتي بناس شبهكم كده، رحت ايفنت، وكان اول ايفنت اروحه بعد ما الفيديوز بتاعتي ونت فايرل، بعد ما ناس كتير اتفرجت عليها وبتاع وعملت باز وبتاع، فابتدى يجي لي بقى ايفنتس عايزين بقى تيجي في ايفنت وبتاع وستودنت اكتيفيتي. فده كان اول ايفنت اروحه في حياتي. نركز ان احنا يوتيوبرز اكتر من ان احنا كونتنت كريترز، صانع محتوى. المشكله ان احنا كلنا بنعمل فيديوز بس، ودي عكس حته عمر قالها، ان كلنا بنعمل فيديوز على يوتيوب وبنركز على يوتيوب وبننسى بلاتفورمز الثانيه، انستغرام وفيسبوك وتويتر والكلام ده. ليه؟ لان في حاجه دلوقتي في ناس. جايز انا وصلت البيت الحمد لله، كان يوم لذيذ جدا وانبسطنا جدا، استفدنا من الكلام اللي هم قالوه عن صناعه المحتوى واليوتيوب والسبونسرشيب كل الكلام ده. مبسوطه جدا ان استاذ عمر عبد الرحيم شكر في قناتي، ودي حاجه يعني انا مش مصدقها خالص خالص يعني بجد. ماي دايز ميد. شكرا مستر عمر، وشكرا لكل الناس اللي جت
واللي عملت توكس استفدنا جدا. مش عارفه اذا كنت صورت فوتج كفايه ان انا اجمعهم احطهم في فلوج لوحده، بس يعني لو ما كانش الفوتج كفايه ممكن اصور حاجات تانية زياده عليهم وبعد كده يعني انزلهم كلهم في نفس الفيديو، فهنشوف هيحصل ايه. هاي جايز، صباح الخير، ازيكم؟ النهارده انا في ايفنت تجمع هم اسمهم ايه، ايجي مش تمام. اوكي،